أكد رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم ضرورة تحري الدقة عند بث الأخبار المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية. وشدد الفضالة خلال اجتماع في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف على ضرورة تحري الدقة والمهنية في تناول وبث الأخبار، وأن تكون معالجة الأحداث بطريقة موضوعية، لا سيما في القضايا العامة والتي لها انعكاسات أمنية على المجتمع مثل قضية المقيمين بصورة غير قانونية.